نرحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي معانا فقرة عن مشروع تخرج لطلبة أو طالبات من كلية إعلام، مشروع تحت اسم مساحتي. طبعا الطالبات دول في كلية الإعلام قسم الدعاية والإعلان. هدف الحملة هو إرشاد الناس والمواطنين لمساعدتهم في التحكم والتقليل من عادة التخزين اللي بيكونش ليها أي هدف مفيد، وأنا واحدة منهم. أنا أول واحدة. لا احنا لازم نشرح، اللي احنا معانا كيس لازم نشرح عليها. طيب انا بيعجبني جدا مشاريع التخرج الفتره الاخيره، ان هي بتتحول الى من مجرد مشاريع مكتوبه الى حملات للتوعيه. نقاط التوعيه الموجوده في هذه الحمله عايزين نتعرف عليها دلوقتي من مؤسسي هذه الحمله اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. بنرحب بيهم نبيله يحيى ورنا اياد ومارينا ميلاد اللي منورنا، الطلاب بالفرقه الرابعه بكليه الاعلام قسم دعايه واعلان. صباح الخير عليكم. صباح الخير. اخباركم ايه؟ كله حلو. كله تمام؟ الحمد لله. نبدا من الاسم مساحتي، مين اللي اختاره الاول؟ احنا اللي اخترنا الاسم. احنا لما جينا نفكر الكراكيب او الحاجات دي ايه اكتر حاجه بتاثر عليها او كده، لقينا ان هي دايما بتاثر على المساحه، سواء على المساحه اللي هي في البيت، اللي هي بقى بتاخد مكان حاجه ما ينفعش تاخد مكانها، الحاجات دي كلها. فجت لنا الاول ان هي بتاثر على المساحه. بعد كده لما عملنا البحث بتاعنا لقينا ان هي اوقات كمان بتاخد مساحه من تفكيرنا ومشاعرنا لما بنتعلق بالحاجات دي، فلقينا ان مساحه انسب كلمه، بس خليناها مساحتي عشان الناس تحس ان دي حاجه تخصهم اكتر ما بتخص اي حاجه تانية. يعني هما بيؤذوا نفسهم قبل اي حد تاني. يعني افهم من كده مثلا، هروح طبعا لنبيله، افهم من كده نبيله انتوا كان يعني خدتوا الموضوع من نواحي مختلفه وجوانب مختلفه، يعني في جانب نفسي، في جانب متعلق بفكره ان احنا مثلا اعاده تدوير، خدتوها من اي جوانب؟ ايه الجوانب اللي انتوا اشتغلتوا عليها في المشروع؟ احنا اكتر حاجه اشتغلنا عليها مش الجانب النفسي، احنا ما دخلناش في حته الجانب النفسي قوي. احنا خلينا فكره ان هي تاخد من طاقتنا ومشاعرنا وتعلقنا بيها، دي ليها علاقه شويه بالجانب النفسي، ده تخزين، بس احنا ما دخلناش في الحته النفسيه قوي. احنا ابتدينا بان احنا نتكلم عامه عن التخزين في البيوت المصريه، وهو تخزين الاشياء. ده اكتر حاجه ركزنا عليها. تخزين بمعنى ايه؟ يعني احنا مثلا عفوا مش قصدي عشان بحاول ادرس حالتي. يعني تخزين بمعنى ايه؟ احنا مثلا مصريين لا، يعني مثلا البرطمانات على سبيل المثال بنحافظ عليها، بس يعني بنستخدمها في اشياء تانية. يعني احنا لينا طريقتنا كده في التخزين. انتوا قصدكم تخزين يعني بفكره ان احنا الحاجه تتشال ملهاش اي استخدام تاني؟ لا طبعا، احنا كان في نقط ارشاديه يعني اتكلمنا فيها، واول حاجه ابتدينا بيها ان احنا نعرف الناس الفرق بين ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا اكون بخزن حاجه عشان اعيد استخدامها، علشان ده مش تخزين غير صحي، ده تخزين عادي، ده حاجه الناس بتستخدمها تاني. وتاني حاجه ان انا اكون بخزن حاجه علشان انا بحب مثلا اجمع حاجات معينه زي عملات قديمه، زي طوابع، فده نوع من التخزين، بس ده برضو دي هوايه. دي دي هوايه. وتالت حاجه التخزين الغير صحي. اول حاجه كنا في النقط الارشاديه اللي احنا بنحاول ان احنا نوصلها للناس الفرق بين التلات حاجات دول. وبعد ما نوصل للناس الفرق ده بنبتدي نقول لهم زي علامات معينه يقدروا يعرفوا بيها هم اصلا اشخاص من النوع اللي بتخزن ولا لا، علشان يقدروا يعرفوا هم انهي شخص. حلو قوي. رنا انتوا مخزنين ايه عندكم في البيت؟ مخزنين ايه؟ ما هو لازم تكونوا صح؟ دي البداية على فكرة. ايوه، هو صح؟ اصلا كل واحدة فينا بعد ما عملنا ريسيرش وكده اكتشفنا ان احنا الثمانية كل حد فينا دي عادة. انتوا كمان هتحكوا على فكرة انتوا مخزنين ايه عندكم، بس نبدأ مع رنا. دي عادة في المصريين كلها. مثلا انا مامتي شايلة فستان خطوبتها بقالها 25 سنة مثلا. ايه المشكلة في كده؟ والله لا طبعا، ما دي حاجة كويسة. ذكرى كويسة؟ لا ليه؟ يعني هي مرتبطه بيها، بس يعني عادي ممكن تلات جو منها. يعني ما ينفعش يعني ده حسب البروجكت بتاعك وحسب مشروعكوا. ده يقع تحت الناس اللي عندها عاده التخزين او تبقى متمسكه بالحاجه من غير سبب مثلا؟ ايوه طبعا. هو اصلا الفكره كلها ان حضرتك بتخزني حاجات ملهاش استفاده، مش هتستخدميها تاني. يعني هي مثلا فستان ده ما لبستهوش تاني خالص، ما استخدمتوش بأي طريقة تانية. بيفكرها بحاجة ذكرى يوم خطوبتها برضه. عامة لما عملنا ريسيرش وكده اكتشفنا ان اكتر سببين ناس بتخزن بسببهم، اول حاجة فكرة ان هما فعلا بترجعهم بذكريات، وتاني حاجة ان هما دايما عندهم فكرة انا ممكن استخدم الحاجة دي تاني قدام. انت بس لقيتي عايزة مساحة في الدولاب فعشان كده متضايقة. بالظبط طبعا. هي خايفة تلبس الفستان.
لا انا بصراحه يعني بخزن حاجات بس صغيره اللي هي ازاز البرفيومز الفاضيه، يعني ما بتترميش، احنا عندي منها كتير قوي. بتحتفظ بيهم؟ اه ده اكبر غلط اكيد، بس يعني دي الحاجه طبعا اللي انا بخزنها. يعني انا بشاركك في نفس نفس الحاجه نفس الازمه. الحقيقه انا مش شخص بخزن خالص، مش يعني انا بقدر اتخلص. يا جماعه ما هو البدايه بتكون من اهالينا، هم اللي عندهم الثقافه دي، يمكن الاجيال الجديده ما عندهاش الثقافه دي قد كده. الصراحه برضو اهلي مش من النوع اللي بيخزنوا، او احنا فينا حته الشوكولاته اللي فيها خيار مخلل. لا 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 احنا دايما اللي هو بنبقى عندنا سهوله ان احنا نتخلص من الحاجه. انتوا كجيل يعني؟ كده يعني. لا هي اسرتها ما عندهمش العاده دي يعني. طب ده واضح انه بقى الموضوع فعلا حسب الاسره، حسب التربيه يعني، حسب عدد كل اهل. الاهالي اللي بتخزن في هنا ده جنبك وهنا لا. طيب لما هرجع لك تاني مره يا مارينا، بعد ما عرفتوا تحددوا الشخصيات وتفرقوا الشخصيات وتعرفوا الشخص ده من الناس اللي عندها المشكله دي او لا، بعد كده ايه اللي بيحصل؟ يعني مشروعك تطرق لايه بعد كده؟ اوكي احنا بعد كده، بعد ما احنا خلاص المفروض ان البني ادم مثلا ده بيعرف ان هو عنده العاده دي، بنبتدي ان احنا نساعده ان هو يتخلص من العاده دي. فطبعا ما ينفعش ان احنا نجيبها من الاخر، فالاول بنعمل يعني توعيه عن الاضرار الموضوع وايه الموضوع اساسا، طب هيستفادوا ايه، يعني بنشير معاهم كل الجوانب اللي هي هتعود عليهم. بعد كده بعد ما دخلنا عليهم من ناحيه المعلومات، يعني ابتدينا ان احنا برضو اتعاملنا مع كذا ناس بروفيشنال وناس مختصين في المجال ده، وابتدوا برضو ان هم يتكلموا عن الموضوع على البيج عندنا، وان هم يشاركوا كل برضو الاسبيكتس. وبعد كده ابتدينا ان احنا نجيب كيسز حقيقيه، يعني ناس فعلا كانت عندها الموضوع ده وقد ايه اثر عليهم، وبعد ما تخلصوا منهم بقوا حاسين ازاي ان الموضوع احسن. فيعني احنا خدناها بالتدريج كده بالظبط. يعني انا عايز اقول لكم ان احنا فعلا لما بنتخلص من حاجه ما بنحسش ان احنا، او بنحس ان احنا كنا متعلقين على الفاضي. يعني انا كان عندي شويه حاجات برضو من الكراكيب دي، وكان منها بقى شرايط كاسيت، مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، كنا بنعملها كوكتيلات دي، وكنت محتفظ بحاجات كتيره قوي، وفجاه مش فاكر ايه اللي حصل، فاهلي رموا الحاجات دي كلها، فما حسيتش ان انا كان فارق عندي يعني. بجد؟ والله بس دي حاجه حلوه. في ناس بتتضايق وبتكتئب وبيأثر عليها الموضوع بجد بطريقه سلبيه جدا. هي الخطوه الاولى، بس الخطوه الاولى ان الواحد يفكر ان هو فعلا مش محتاج الحاجات دي. طيب رنا قولي لنا بقى، يعني كانت مارينا بتتكلم انه بعد ما حددتوا البروز اند كونز، او حددتوا الفوائد والاضرار من عاده التخزين دي، كمان استعنتوا بخبراء واستعنتوا كمان بشخصيات كان عندها النوع ده من التعلق. احكي لنا كده قصه من القصص اللي كانت عندكم على البيج في المشروع. اوكي لا هو في قصص كتير قوي، بس مثلا حاجه منهم ان احنا بعد ما عملنا ريسيرش وكده لقينا يعني ست كانت محتفظه بالحبل السري بتاع ابنها شايلاه معاها، وابنها ده كبير في السن، يعني هو مش صغير خالص، هو مثلا هو عارف الموضوع 25 سنه ده متحنط والله. هي سايباه يعني، هي حاطاه في حاجه واللي هو شايلاه وكده، ولما اتكلمنا معاها هي على اقتناع تام ان دي حاجه لازم تحتفظ بيها. هو عايش يعني لسه يعني؟ ايوه ما حبيتش بصراحه اصفرها اكتر يعني. بس فيعني دي كيس من الكيسز. وبرده حاجه ثانيه كان في برده ست كان جوزها لسه متوفي، ابتدت تشتري في عفش كتير قوي عشان تملى على نفسها البيت، لان هي كان عندها احساس ان هي لما هتملي على نفسها البيت بالعفش والحاجات دي كلها ان هي هتحس براحه، بس في الاخر يعني ده ما ساعدهاش ان هي تموف اون، او ان هي هو القصتين ليهم ابعاد نفسيه، بس يمكن القصه الثانيه شويه يعني ما اعرفش طبعا، اعتقد يعني انه مش فكره التخزين على قد ما هي مالي فراغ، حد في حد عنده احساس فقد كبير قوي فهو بيحاول يشغل نفسه او يملى حواليه البيت، لكن القصه الاولانيه دي صعبه قوي بالنسبه لي. ما هو برده على حته تاني، حته دي تاني كيس يعني، ان برده هما يعني اللي هي عملته ده ان هي بتشتري عفش زياده هو مش هتستخدمه طبعا، هي بس فكره ان هي تملى على نفسها البيت، لان برضو لما عملنا ريسيرش اكتشفنا ان في ايموشنال في موضوع جانب ايموشنال كبير قوي. طيب مارينا احنا نقدر يعني نقنع الشباب اللي زينا ازاي يتخلصوا من هذه الكراكيب، لكن ازاي يقنعوا هم بقى اهاليهم المتمسكين بالكراكيب؟ بصوا احنا لما جينا نختار يعني مين الناس اللي هتكلمها، لقينا ان احنا صعب قوي نكلم الاهالي، بالذات ان هم دايما مقتنعين
ان هم دايما صح وهم مش عارفين نكلم اهالينا نتكلم لا يعني ان احنا قررنا ان احنا نتارجت السن الاصغر اللي هي لسه العاده بتنمي عنه او اللي هو شايف اهله بيعمل كده فممكن ان هو يقتنع ان هو كمان يعمل كده. بس طبعا لو حد اللي هو سن كبير واهالينا مستحيل ان احنا كنا ان احنا كمان طالعين دلوقتي نقول لهم يلا تخلصوا من الحاجات دي, فدي كانت صعبه. بس اما فكرنا فيها ان هم لما لقينا ان احنا نبدا بالشباب وكده هم ممكن يتاثروا من ده, يعني اما يلاقوا ان يعني ولادهم بالطريقه بيعملوا كده فده ممكن من الناحيه الثانيه يرفلكت وهم كمان يبداوا يعملوا كده. فيعني احنا خدناها ويديهم مساحه اكبر هم يخزنوا اكتر بقى مش عارفين نشوف. لا ان شاء الله. لا نبيله زي ما كنتوا بتتكلموا ان المشروع فيه خطوات كتير, اتكلمتوا الاول عن استعرضتوا الموضوع فهمتوا الناس اكتر هو ايه اضراره ايه ممكن تكون بعض مميزاته وطبعا ايه اكتر, فبالتالي المفروض حسب البروجكت او حسب المشروع الاضرار اكتر. بعد كده تطرقتوا للخبراء وقصص او التجارب, بعد كده الحلول او ازاي تقدروا تساعدوا الناس او الناس تقدر تساعد نفسها. ايه الحلول اللي انتوا وصلتوا لها؟ اول حاجه بننصح بيها الناس ان هم يسالوا نفسهم هل هم يعني محتاجين الحاجه دي فعلا ولا لا, علشان دي اول حاجه اللي هم محتاجين يفكروا فيها. وبعد ما يفكروا طب ما انا ممكن اكون محتاجها في المستقبل, ما هي الناس بتبقى فاكره كده بس لما بتيجي تسال نفسها دي مبررات يعني شريط الكاسيت هتحتاجوا لايه في المستقبل. يعني حقيقي لما بييجوا يسالوا نفسهم السؤال بيحسوا ان هو ما بيعندهمش رد, طب انا هحتاجه في ايه فعلا في المستقبل, يعني ما بيبقى عندهم الاجابه دي. بس لما بييجوا يسالوها لنفسهم لا بيحسوا انه لا. فاحنا بننصحهم ان هم اول حاجه احنا بننصح ان احنا نكلمهم بطريقه غير مباشره في الموضوع, لان في ناس بتحس ان ده حاجه هجوميه شويه ان احنا مثلا نقول لهم لا اتخلصوا من ده. الطرق بقى طبعا ان احنا بنخليهم ان هم مثلا يعملوا زي قائمه زي تشيك ليست, يبتدوا يكتبوا الحاجات اللي عايزين يتخلصوا منها, يبتدوا لما يتخلصوا منها يعلموا عليها ويبتدوا يتابعوا التطوير بتاعهم في الموضوع. حلو قوي. طب رنا هل مثلا مقسمين الحاجات, حاجات ينفع نستخدمها تاني ممكن نتعمل لها ريسايكل وحاجات تانية اكيد مش هنستخدمها تاني؟ يعني عندنا امثله. طبعا يعني هو زي برضو نبيلة قالت في الأول خالص إن في ثلاث حاجات إحنا أول ما بدأنا الحملة كنا لازم إن إحنا نوعي عليهم إن هما ثلاث حاجات مختلفين, زي منها التجميع ومنها إعادة استخدام ومنها الاكتناز, اللي هو الفرق ما بين الثلاثة إن إعادة الاستخدام دي زي مثلا برطمانات ان دي حاجه احنا فعلا بنخزنها بس دي حاجه صحيه عادي عشان ممكن نستخدمها بكذا طريقه تانية. والتجميع برضو زي ما قلنا احنا ممكن نجمع كوينز, نجمع حاجات كده, دي برضو هوايه زي ما حضرتك قلت قبل كده. والاكتناز بقى اللي هو حاجه احنا مش هنستخدمها خالص, ملهاش اي فايده نهائي ولا دلوقتي ولا لقدام. فيعني زي مثلا ازايز البرفيوم ممكن نستخدم. على فكره انت قلت الشباب اللي زينا وانا سبتك يعني مش حاجه. طيب مارينا سريعة جدا, ايه الاضرار حسب ريسيرش بتاعكم وحسب ابحاثكم, ايه الاضرار اللي انتوا لقيتوها من فكره الاكتناز زي ما كانت رنا بتتكلم؟ ماشي, هي اول حاجه بتاثر عليها فيزيكلي يعني المساحه بجد, يعني ان احنا كمان لقينا ان ناس ممكن اللي هي بتبقى بتنقل بيوتها عشان بس كراكيبها مش مكفيه, فلو احنا عايزين مساحه اكبر عشان نشيل الكراكيب نشيل مثلا باب مكسور لا جايز على السطح ده معروف. يعني عايزين ستورج روم اكبر مثلا كل دي, فدي اول حاجه بتاثر عليها المساحه. تاني حاجه بتاثر عليها كمان هي بتاثر على يعني الفاينانشلي وايز يعني ان ماديا الناس يعني. بالظبط ماديا, ان هي الناس تقعد تشتري في الحاجه ممكن من كتر ما هي متعوده تشتري هي قاعده بتصرف فلوسها في حاجه هي ممكن مش هتستخدمها تاني, او ممكن تكون ناس ان هي عندها اصلا من كتر الحاجات اللي عندها. والجانب الثالث ان هي بجد نفسيا, ان هي ممكن من كتر ما انا بعمل كده ده بيخليني ان انا متعلقه بالحاجات دي, فان انا خلاص انا بقى دي هطبقها ممكن على اشخاص في حياتي على كل حاجه, ان هو انا لا انا ليه اتعلق مرضي يعني بالاشياء او بالاشخاص. ويقال على فكره ما اعرفش مدى صحه الموضوع ده ايه, طبعا خبراء علم الطاقه يفيدونا في الموضوع ده, انه يقال انه في المكان اللي بيكون زحمه او متخزن طبعا فيه حاجات كتير قوي بيكون فيه طاقه سلبيه. الله صح. اعلم مدى صحه الموضوع ده فعلا. دي حقيقه. انا بعد الفقره دي هروح البيت عشان اشوف اي حاجه اي استخدام عندي هتخلص منها. انجاز شكرا طبعا. شكرا جزيلا, بتمنى لكم كل التوفيق. مارينا ميلاد ونبيله يحيى ورنا اياده طلاب الفرقه الرابعه بكليه الاعلام قسم دعايه واعلان, شكرا جزيلا لكم. شكرا.